السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة أنا هعرض لحضراتكم قصة من قصص الوفاء للحيوان، قصص وفاء الحيوان للإنسان. طبعا احنا عارفين في حيوانات كتيرة وفية جدا للإنسان، وخاصة يعني الكلاب أعزكم الله. هعرض الأول قصة وفاء الأسد سلطان. القصة دي مشهورة جدا، كانت مشهورة جدا في الثمانينات في مصر، حصلت قدام عدد كبير وجمهور غفير جدا من السادة المشاهدين، وحصلت في مكان عام. أقول لكم القصة ببساطة. في منتصف ثمانينات القرن الماضي كان في مدرب مشهور جدا في مصر ملء السمع والأبصار، مدرب محترف، مدرب أسود اسمه محمد علي الحلو. المدرب ده كان تقريبا يعني شيخ مدربين مصر. اكتر واحد كان بيدرب الاسود كان محترف جدا وشاطر جدا، من عائله الحلو اللي كانت وما زالت بتحتكر وبتحترف تدريب الاسود والحيوانات في مصر، وليها باع طويل في السيرك. المدرب ده كان بيعمل في السيرك القومي وكان بيدرب الاسود، قام بعمل فقره رائعه جدا للاسود ودرب الاسود كما ينبغي وطلع بيهم على الجمهور، وطبعا كانوا عاملين سياج كده ما بين الاسود والجمهور، والاسود قامت بعمل فقره رائعه، كان نجم الفقره فيها الاسد سلطان، وعملوا حفل فقرة جميلة جدا، فقرة ناجحة، واستدار المدرب محمد علي الحلو يحيي الجمهور، وأثناء ما هو بيحيي الجمهور وجايب ظهره للأسود، قام الأسد سلطان بالهجوم على مدربه محمد علي الحلو وأنشب أنيابه في رقبته الخلفية وفي ظهره، وأنشب أنيابه وأكل وعض مدربه وأكل جزء من كتفه بشكل قاتل. طبعا المدرب سقط أرضا في وقتها، والدماء انفجرت من كل جزئية في المدرب. أقرب واحد كان للمدرب كان ابنه اسمه محمد، برضو ابنه ده جري بسرعة معاه قضيب من الحديد، جري بسرعة وشال الأسد وحش الأسد بعيد عن أبيه يعني بسرعة. كل العاملين في السيرك اتجمعوا، بعض العاملين في السيرك أخدوا الأسود وحبسوها في أماكنها، أشخاص آخرين جريوا بسرعة وأخدوا محمد علي الحلو إلى المستشفى، كان في حالة سيئة يعني حالة صحية متأخرة. الجمهور قام بإلقاء الكراسي على الأسد عشان يمنعوا الهجوم، لكن الحقيقة كان زي ما قلت في سياج كده حديد بيتعمل ما بين الأسد ما بين الأسود ما بين الجماهير يعني، فطبعا ما جاش حاجة في الأسد، بس في كل الأحوال السيرك وقف عروضه في هذا اليوم وتوقف الأمر، وبسرعة بسرعة نقل المدرب إلى المستشفى ما بين الحياة والموت. طبعا المدرب زي ما قلت كانت حالته سيئة، لكن الأطباء عرفوا بسرعة يوقفوا النزيف وقدروا إن هما إلى حد ما يخلوا حالته متحسنة شوية. محمد علي الحلو فاق قليلا بعد الإسعافات الأولية اللي أجريت ليه، وقدر إن هو يستعيد صحته كده ويستعيد وعيه في فترة يعني من خلال كام ساعة. بمجرد ما استعاد وعيه قال لكل العاملين في السيرك اللي كانوا كلهم ملتفين حواليه وعايزين يطمنوا عليه ويشوفوا حصل له ايه ويشوفوا ايه الامر اللي ما هذا الامر اللي حصل، يعني هل هو بصحة جيدة ولا لا. فمحمد علي الحلو قال بشكل واضح جدا، لو حصل لي حاجة او مت محدش يأذي الاسد سلطان، ما تقتلوش سلطان لو انا مت. طبعا العاملين في السيرك كلهم يعني كانوا اهم حاجة بالنسبة لهم حياة مدربهم، لكن هو كان ليه وصية بشكل واضح وقال لو أنا حصل لي حاجة أو مت محدش يأذي سلطان. بعد حوالي 3 أو 4 أيام الأطباء فشلوا تماما في إنقاذ حياته، لأن كانت أوردة رئيسية من اللي بتغذي المخ اتقطعت تماما من أثر أنياب الأسد، وكان جزء كبير حصل له تهتك في أوردة الرقبة من الخلف، وما قدروش ينقذوا محمد علي الحلو، وأسلم الروح إلى بارئه بعد كام يوم قضاهم في المستشفى. طبعا عائلة الحلو نفذت وصية مدربهم المتوفي وما قتلتش سلطان، لم تقتل الأسد سلطان، لكن أخذت الأسد سلطان كده وأهدته إلى حديقة الحيوان المصرية المتواجدة في الجيزة، أهدته لها باعتباره أسد غير قابل للتدريب، أهدته مجانا. طبعا حديقة الحيوان تقبلت الهدية ودخلت الأسد سلطان في القفص عشان يشوفوا الجماهير. أثناء ما كان قبل إهداء الأسد ده كان الأسد امتنع تماما عن تناول أي أكل، فلما راح حديقة الحيوان استمر في الإضراب عن الطعام. طبعا حديقة الحيوان فيها عدد لا نهائي من الأطباء البيطريين، جم وحاولوا يعالجوا الأسد ويشوفوا، واكتشفوا إن هو عنده حالة نفسية تكاد تكون حالة من الندم الفظيع اللي بيصاحب الحيوانات غالبا لما ترتكب سلوك غير سوي وغير جيد. فاكتشفوا إن الأسد سلطان ده عنده إحساس غريب جدا وإحساس فظيع بالندم.
حاولوا ان هم يجيبوا له انثى اخرى، انثى الاسد، عشان تسليه او تحاول تخرجه من حاله الندم اللي هو فيها، لكن هو رفض تماما وجود اي انثى معاه في القفص، واساء لها وفضل يحاول يعضها ويتهجم عليها ويضايقها، لغايه ما هم خافوا على انثى الاسد وطلعوها بره. حاولوا ان هم يكشفوا عليه او يدوا له بعض العقاقير، مضادات اكتئاب، حاجات كده، لكن الحقيقه الاسد كان ممتنع تماما عن تناول اي طعام. فضل فتره طويله مضرب جدا عن الطعام، برغم ان هم بيقدموا له اطعمه في حديقه الحيوان، لكن هو ما اكلش ولا حاجه. احساس فظيع بالندم مغطيه. وبعدين بدا الاسد سلطان بكل جراءه وجساره يحسد عليها، بدا ياكل ايده ويحاول تنزف اكبر قدر ويعض ايده لغايه ما سبب جراح فظيعه. طبعا حاول يعالجه الجراح، لكن هو كان بيرجع تاني يعض ايده في نفس الموضوع وفي نفس المكان، ويرجع يحاول يقتل نفسه ويموت نفسه ويعض ايده، وفجاه هجم على ديله وقطعه نصين. طبعا نزف كميه دماء رهيبه، لكن الاسد سلطان لم يتوقف عن ايذاء نفسه، فضل يأذي نفسه ويحاول ياكل ديله تاني، حاول ياكل جزء من ايده، من دراعه، وحاول ياكل يعض نفسه في اماكن متفرقه كتير جدا، لغايه لما الاسد فقد كميه كبيره جدا من الدماء وتوفى. طبعا من كتر ما هو ندمان على ان هو تعدى على مدربه وتعدى على الشخص اللي كان بيحبهم، دايما الحيوانات بتبقى مرتبطه جدا بالاشخاص اللي بتدربها. ما ينفعش انا اجيب مدرب واشيله واحط مدرب تاني، دايما بتبقى مرتبطه جدا بالشخص اللي معاه. فكان هو يعني، انا الحقيقه قصه مؤثره جدا، كل ما افتكرها ببقى حاسه كاني حبكي فعلا. الاسد سلطان ده من كتر الندم اللي هو حاسس بيه من جراء هجومه على مدربه، ما طولش في الحياه واذى نفسه وحاول يقتل نفسه، وبالفعل مات وانتقل الى رحمه الله. دي قصه من قصص ندم الحيوانات، حتى اهلكت نفسها من كتر الندم. دي قصه وفاء نادره. في قصة أخرى برضو كل ما بسمعها فعلا بستغرب جدا قد إيه الحيوانات بتبقى وفية جدا للإنسان. هي قصة، عفوا، الكلاب، أعزكم الله، قصة أحد الكلاب. كانت القصة دي حصلت في مدينة أوزاكا اليابانية. الكلب ده كان ليه صاحب، صاحبه ده كان يعني مهتم جدا بالكلب وبيحبه قوي. صاحب الكلب بيصطحبه كل يوم الصبح إلى محطة مترو الأنفاق، بيسيب الكلب على محطة المترو ويستقل المترو ويذهب إلى عمله في تمام الساعة 8 صباحا. الساعة 4 بيرجع صاحبه تاني، يلاقي الكلب لسه مستنيه في محطة مترو الأنفاق، ياخده ويروح مع بعض ويقضوا بقية اليوم مع بعض. الكلب كان سعيد جدا وبيحب صاحبه قوي، وصاحبه بيحبه أكتر. واستمر الحال ده عليه، كل يوم الصبح الشخص ده يصطحب كلبه إلى المحطة، إلى محطة مترو الأنفاق، يسيب الكلب على المحطة والشخص ده ياخد المترو يروح شغله، يقعد في شغله من 8 ل 4، يرجع يلاقي الكلب مستنيه على المحطة وياخدوا مع بعض هما الاتنين ويروحوا البيت. استمر الحال ده فترة طويلة من السنوات، إلى أن حدث في أحد الأيام، يعني صاحب الكلب أخده كالمعتاد إلى محطة مترو الأنفاق، سابه على المحطة وركب المترو وراح لشغله. حوالي الساعة 11 الصبح الراجل حس بضيق نفس وحس ان هو تعبان جدا. زمايله في الشغل اصطحبوه كله ودوه الى المستشفى. وبعدين بعد فترة قليلة حصل ان الشخص ده توقف القلب والشخص توفى وانتقل الى جوار الله. قاموا زملائه بالاتصال باهله اللي توفدوا على المستشفى، واخدوا جثمان ابنهم وعملوا العزاء وعملوا الاجراءات التقليديه، وانتهى الامر على هذا انتهى الامر بكده، يعني توفي صاحب الكلب. الكلب بقى فضل يستنى صاحبه، فضل ما زال منتظر صاحبه على محطه مترو الانفاق، لم يستط يعني ما استوعبش، ما فيش فاهم ان هو مات ومش عارف ان هو مات. فضل مستني صاحبه على محطه المترو، فضل مستني صاحبه على محطه المترو ده فتره طويله جدا، حوالي 6 سنين، وطبعا صاحبه كان متوفي، ففضل مستني 6 سنين الى ان توفي الكلب بنفسه. طبعا الناس اللي موجودين هناك عملوا تمثال للكلب وحطوه في نفس محطة مترو الأنفاق اللي كان متعود صاحبه يركب منها. طبعا قصة وفاء جميلة وقصة وفاء نادرة. دايما قصص الحيوانات يمكن بتدينا عظة جميلة، بتعلمنا كيفية الوفاء. فضل يستنى صاحبه 6 سنين، سبحان الله. الحقيقة دي قصص أنا حبيت أعرضها، زي ما قلت في البداية ده فيديو مش تقليدي، مش زي كل مرة بتكلم في أحد المواضيع. الفيديو النهاردة مش تقليدي، بيستعرض قصص الوفاء لدى الحيوان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وعايزة أقول لحضراتكم إن إحنا إن شاء الله كل يوم بنتقابل في تمام الساعة 9، كل يوم الساعة 9 بينزل فيديو جديد من قناة إيمان عبد الحميد. لو عجبك الفيديو
هتنورنا باشتراكك في القناة. فضلا وليس أمرا هتدوس على كلمة لايك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون قصص الوفاء في الحيوانات عجبتكم. بشكر جدا 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 كل اللي تابعوني لنهاية الفيديو. أشكركم ونتقابل في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه.